ليا وصلنا لفقرة كمان كتير اجتماعية، ويمكن كمان كل الأمهات عم عندها هي النماذج. الطفل اللحوح أو كتير الطلبات هو حالة شائعة بين الأطفال، ومنشوفها بكتير من البيوت والأسر، وممكن تتكرر هي المشكلة بالبيت نفسه أو أكثر من بيت. بعد إجابة لكل طلب طبعا بضل عم بنق الولد وبيطلب أكثر بدون كلل أو ملل. هالشي بدنا نعرف هالمرض، مرض النق والطلبات، كيف ممكن معالجته نفسيا؟ هل هو عادة مكتسبة ممكن أنه تتعالج؟ لنعرف أكثر الإجابة الصحيحة بدنا تكون معنا الأخصائية النفسية التربوية نغم طربي. يسعد صباحك فيكي. يسعد صباحكم أهلا ويسعد وسهلا. صباح المشاهدين. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وأهلا أهلا. وسهلا فيكي نغم. بالبداية خلينا نحكي شو يعني طفل لحوح، شو يعني طفل بيضل بنق، شو يعني طفل ما عاجبه شيء بيضل بيتذمر. هذا السلوك هو فجأة بيظهر ولا نتيجة شو؟ خلينا نتعرف عن هاي الحالة. بالبداية بدي أوجه وسام لكل الأمهات يلي هي عم تتحمل أولادها وهن عم بيزنوا وبيقولوا ألف مرة ماما بنهار. الضغط العصبي اللي بتتعرض له الأم أو بتشعر فيه هو أكتر بكتير من أي ضغوط بتتعرض له بنهار. الطفل اللحوح كلنا بنعرف هو الطفل الزنان، بيشتغل شغل النحلة، بضله طول النهار يوز بنهار، بضله يوز لياخد طلباته. ممكن كتر الزن يلي هو عم بيقوم فيه بيسبب عصبية للأهل. الأهل بيتجهوا لاتجاهين، يا أما بيضربوا الولد يا أما بيعطوه الشيء اللي بده إياه، إنه خلص خد اللي بدك إياه، مهم ريح لي راسي، وجعت لي راسي. فهن الحلين غلط، نحن ما لازم نتصرف هذا الموضوع. لازم من البداية، من أول ما ببلش الولد يوعى، أنا أتبع معه سلوك معين، لأنه الطفل كتير ذكي بهذا، من أول ما بيوعى ذكي، بصير بيجرب أهله، خلينا نجرب، أنا إذا زنيت شوي على أهلي بلكي باخذ اللي بدي إياه. من أول مرة، ثاني مرة، فوراً الطفل بصير بيستوعب إنه أهلي خلص قالوا لي لأ يعني لأ. في كثير من الاحيان بنلاحظ انه الولد بتكون الام عم بتحدث او مشغوله باي شيء، بيجي ماما ماما او ببلش هيك انه طب اوكي، حتى ما وصل انا لمرحله العصبيه واجي عيط عليه، معلش بلتفت له شوي انه اوكي ماما انا رح ارجع لك لما اخلص حديثي، بس هي الثانيه نحن لحتى نبلش بطريقه صحيحه. وبعدين لما بخلص حديث برجع للطفل انه احكي انا عم بسمعك، احكي الشيء اللي بدك اياه. هون بصير في مصداقيه بين الطفل وبين الام، يعني انا بعدين لما الولد بيخطر على باله انه بده يسال سؤال لامه او بده اي شيء، خلص بيتذكر انه الماما هي لما تخلص حديث رح ترجع لي. إذا ما رجعت له هون المشكلة، يعني إنه بضله يزن. وكثير بنلاحظ هذا الموضوع بالروضة، الطفل أول ما بيجي كمان إنه من مسؤولية إنه هي توجه سلوك. الولد بيجي مثلا هو مو متعود على الصف، ما بده يفوت لجوا، فبيبلش بدي اطلع العب بدي اطلع العب، هذا الزن الكتير بسبب توتر عند المس. فنحن لحتى ما نفوت بهي الأمور، أنا بخبر الطفل انه نحن بفتره مثلا هلا عنا نص ساعه اكل، عنا درس، بعدين بدنا نطلع على النشاط، بعدين بدنا نروح نلعب. انا تنظيم هي الامور والتنسيق مع الطفل هذا الشيء بخفف من زن الطفل، يعني خلص هون بيعرف انه في قوانين انا بدي امشي عليها بالروضه. وكمان الام، يعني بدنا نتساعد نحن والام لنوصل الطفل لمرحله كثير حلوه. نعم نغم، يعني هلا في عاده شائعه كمان بين الاطفال انه بيبكوا اذا ما صار اللي بدهم اياه، عاده تمام. البكاء كمان هي الشائعه عند الاطفال، يعني اذا ما حدا، خاصه عند البنات تمام. يعني الصغار. خلينا نحكي شوي كيف في الام تتعامل مع هي العاده اللي هي بتلجأ للبكاء حتى او الحرد عن الاكل او امتناع عن الطعام او شيء لحتى يصير اللي بدها اياه، وبنفس الوقت خبرينا هالعادات هي مكتسبه من الاطفال الثانيين، فخبرينا كيف الام فيها تصحح هالعادات. هلق نحن هي بتكون حسب معامله الاهل للطفل، تمام؟ الطفل من اول يوم يدرك من والديه، بمعنى انه يدرك استجابه الاهل له. عندي طفل صغير بنتفاجئ انه كيف هذا الطفل عرف انه نحن حملناه ورجعنا حطيناه بسريره. طيب الولد لما بيبكي بدون سبب ونحن الاهل فورا بيحملوه بيمشوا فيه مثلا بهزوا له شوي وبرجعوه، اول مره ثاني مره بتصير عند الطفل عاده، يعني انا عم بحكي الطفل من اول ما بيولد وبنرجع بنبلش
مراحل تقدمه بالعمر. الطفل هون احنا لما حطينا ورجعنا حملناه صار عنده عادة، بصير بيستخدم هذا الشيء، لما بيكبر بيلجأ للبكاء لأنه الأم أساساً ما عندها حزم بهذا الموضوع. لما تكون حازمة، في كثير أطفال صاروا كبار وبيعرفوا الماما لما بتقول لا يعني لا، أنا بدي ضلني عند كلمتي، حتى أنا فهمه، حتى إذا أنت عم تبكي ما رح تاخد الشيء اللي بدك إياه. أنت لما بدك تطلب شيء أو بدك أي أمور بدك إياها، أنت بتحكي بصوت واطي وبتبتعد عن البكاء لحتى أنا أعطيك إياه. دائما بنستخدم معه هذا الشيء، ما بنمل. هلا نحن ما بننكر انه في كثير امهات عندها ضغط، عم بتعاني من مشاكل، من كثير امور، بس كمان تربيه الاطفال مسؤوليتنا ولازم نحن نتبع هي السلوكيات لحتى الطفل يصير افضل. نحن بنريح حالنا، يعني ممكن نتعب سنه سنتين بس الطفل بعدين لحاله بيعرف انه خلص انا هذا الموضوع بيزعج ماما، انا ما بدي اقرب عليه، بعدين شوي شوي بيصير تمام. يعني كمان الاراء الكثيره بالبيت بتولد عناد عند الطفل وردات فعل كمان غير مستحبة بين الناس. يعني إذا الماما قالت لا يعني لا، الأب أحيانا بيقول إيه، أو تيتا، أو إذا كانوا عايشين مع بيت جدهم أو عايشين مع قرايبينهم. يعني هلا في كتير عالم بظروف صعبة عايشين سوا. خلينا نحكي عن التشاركية في بالتربية، لما يعني ما يكون في نظام بأنه خلص قلنا لا يعني لا، لا في غيرنا بياخذ قرار ثاني، الطفل لوين رح يروح بالاخير؟ طبعا يعني هو في عينات، في بكي، في ردات فعل، بس في سلوك فيما بعد بس يكبر رح تكون كثير سيئه. طبعا ما هو بده يصير عنيد، نحن بنبلش بمرحله الزن، بعدين بصير هو بتصير عاده عنده، بعدين بصير اسلوب حياته بيتبعه. هو المهم انه نحن التنسيق بين الاب والام يعني كثير ضروري، ما فيي انا احكي انه اي الاب ما دخله، لا دخله، الاب والام بيتشاركوا بالموضوع. ولما بيكون مثل ما تفضلتي حضرتك، لما بيكون الطفل عايش ضمن الاسره الكبيره، كمان نحن لازم نتفاهم مع الاشخاص الموجودين انه هذا الولد لازم نربيه بطريقه صحيحه، معلي خلي الام بس مسؤوله عنه أو الأم والأب. ولما بتحكي الماما كلمة معناتها بتكون تنفذوا كلامها، تمام، هي بمحبة. نحن ما عم نحكي نروح على القسوة ونروح للشدة، لا، نكون حازمين بكل تصرفاتنا لما مننسق هذا الموضوع. هلق اللي منلاحظه أنه الأطفال من أول ما ببلشوا يوعوا يلا تركوه بعده صغير، هذا الشيء الغلط. اللي لازم نأكد عليه أنه هو الطفل بعمر السنتين هذا العمر السحري للطفل، أي شيء بدي أزرعه سلوكيات صحيحة أو أي شيء بزرعه من أول ما ببلش بعمر السنتين هون لحتى أنا الطفل يثمر بشيء صحيح أنا بدي إياه بعدين. ودائما نعوده على الصوت الهادئ، عدم الصراخ، أنا ما برد عليه، حتى لما ببلش يصرخ ويبكي فورا أنا بقول للولد أنا ما عم بسمعك، تحكي بصوت واطي أنا بسمعك. شوي شوي بصير الطفل. والأهم من كل هي أنه نحن نتفق مع الكبار، الاتفاق يكون مع الكبار مو مع الصغار. طالما كان في تنسيق مع الكبار الطفل بيمشي مثل ما بدنا، لأنه هو عجينة بالنهاية. نعم. طب خبرينا هلأ، كل أم عم بتعاني بعطلة الصيف والولاد اللي بالبيت، في ناس حاطينهم لأولادهم نشاطات صيفية بس ما بيقضوا معهم وقت كتير بسبب الحياة العملية وضغوطاتها، وفي ناس غير قادرين على أنه يحطوا أولادهم نشاط صيفي، ففي إلحاح، في ملل. كيف هي الأم تساعد بكسر هذا الشيء إذا غير قادرة أنه تأخذهم على نشاط صيفي مثل البقايا أو تعمل لهم بالبيت شيء؟ طبعا في كتير أشياء موجودة بالبيت. أنا أبني لما ببلش بده، هلق الطفل ما بننكر أنه هو بطبعه بيضله بيزن، بيضله أنه بيجي من المشوار، لأول ما بيقعد فورا أنا مالل ماما، أنا مالل، بيكون مثلا أكل كمان أول ما بيرتاح أنا جوعان، هي بتصير عادة عنده هذا التكرار. فنحن لحتى نتخلص من هذا الموضوع بنشغله بأي شيء، معلي يساعدك بالبيت، فوتيه معك على المطبخ، الطفل كتير بحب يساعد الأم بشغل المطبخ، بعطيه مثلا يقطع جزر، بعطيه مثلا يقطع خيار، بصرف له نظره عن الشيء اللي بده اياه، وبقنعه، بعطيه خيارات، يعني أنت عندك هدول الخيارين، إنه نحن بدنا نخلص هذا الشيء، رح طالعك واشتري لك شغلتين. تمام. انا لما بكون متفقه مع ابني مثلا على شغلتين وبطلع باخذه، بصير الطفل ممكن كثير من الاطفال تستغل هذا الشيء، انه نحن بمكان عام يلا ببكي شوي ماما بتشتري لي شغله ثالثه. الام ما تنحرج،
عن جد رسالة لكل الأمهات، لأنه أنا بهمني ابني، ما بهمني الناس، أنا بشوف الشيء اللي بيناسب ابني. شغلتين أوكي، شفت ابني ما انتبه، ما اهتم، بده الثالثة بترك، ما بشتري له الشغلتين ولا الثالثة، برجعه على البيت وبعلمه درس إنه نحن اتفقنا على هذا الشيء، لازم نضلنا على هذا الاتفاق، وبعدين لما تتحسن سلوكياتك أنا بشتري لك اللي بدك إياه اللي بلاقيه أنا مناسب. فنحن هيك هي الاتفاقيات بين الطفل وبين الأم شوي بتكسر الملل وبتكسر عادات الزن عند الأطفال. نعم. نغم، كمان خلينا نحكي بنقاط كثير مهمة وهو العقاب. يعني حكينا هلأ شوي نحن كيف فينا يعني شوي هيك نخلي الطفل أنه يتعلم درس، ولكن إذا عندنا أنه لا وطي صوتك ما عم بسمعك، وطي صوتك ما عم بسمعك، نحن عم نعلمه نوع من العناد، يعني بإصرارنا بأنه نضل نصر عليه لحتى يصير سلوكه منيح. أنت مع هذا الشيء ولا لا؟ هو مو بالضرورة، أنا إذا ما حكيت بنبرة عالية للطفل هو ما رح يفهم علي. هلا بس إذا كان عنيد طبعا، بناء أنا حكيك الأم هي عم تعند على قصة لحتى تربيه بقصة تانية، طب ما عم يتعلم العناد هون؟ هو هي عم تستخدم أسلوب الحزم مو العناد. يعني في فرق بين أني أنا عند، أنا بحكي حسب ملامح الوجه، أنا بكون حازمة بهذا التصرف إنه أنت ما في تاخذ هذا الغرض. ضروري كتير الطفل نكون حازمين معه، أنا إذا كل شيء بدي أسمح له أو كل تصرف بدي أتصرفه بقول مثلا إنه أنا رح علمه العنادية، مثلا رح علمه إنه يكون هو سلوكياته خاطئة بتصرف أنا عم بعمله، هذا غلط. أنا لا، بالعكس، أنا لما بحكي بطريقة حازمة ببتعد عن الشدة، خلص هو بيعرف إني أنا انزعجت، مو لأني بدي إياه إجباري. دائما نحن بنأكد على موضوع أنا بدي أعلم الطفل سلوكيات معينة بمحبة، ما في شيء إجباري. نرجع لنفس موضوع أنه الطفل لما بيفوت، بعيدا عن المنزل، يعني لما بيفوت على الروضة وبده يروح على هذا المكان، هو مو متعلم النظام. طب أنا ما في أحمله وحطه بهذا المكان، لا إجباري بدك تكون هون، لا، هي مو طريقة بالتعامل، بالعكس هو بيتعلم على العناد بهي الطريقة. أنا باخده بمحبة، بمسايرة. إذا ملاحظ إنه الطفل كمان لما بيدخل للروضة لأول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، دائما بيذكر بدي ماما، بدي ماما، بدي روح على البيت، بدي ماما، فجأة منلاقيه نحن شوي صرفنا نظر عنه، فجأة منلاقيه التهى بشيء ثاني، لأنه لاقى شيء انشغل عن ذكر أمه بهذا الموضوع. فشوي انشغال الطفل بموضوع ثاني أو اشغاله بأعمال منزلية تلاقيه صار أفضل ونسي، الولد فورا بينسى. يعني هلا يمكن بدي ارجع على النقطة اللي حكيتها ليا على موضوع الثواب والعقاب. بعض الاهالي عم بشوف كمان على مواقع التواصل الاجتماعي يعني عم بيشددوا العنف على الاطفال بحيث انه عم تنمحي الشخصية تماما، او عم بيزيدوا بموضوع يمكن الثواب والمكافآت مما عم ينزع شخصية الطفل. هذا التوازن بين الاثنين، وقد ايه اليوم اي حركه حتى بطريقه الضرب مع حب، خلينا نقول الاهل للطفل في اماكن معينه ممكن تاثر على شخصيته نفسيا، فخبرينا عنها كمان. طبعا اكيد التوازن باستخدام اي اسلوب ممكن نحن نتعامل فيه مع الاطفال. انا حتى لو كنت قادره اشتري لابني اي شيء بده اياه، ما اشتري له. العنف للطفل وتأنيبه دائما اكيد رح تمحي شخصيته. انا لما بدي وجهه بوجهه بطريقه صحيحه، انه انا زعلت منك بس انا بحبك مثلا، مو روح اضربه للولد ويضله ساعه يبكي اخر شيء روح اعتذر منه، هذا مو اسلوب للعقاب. الحرمان هو اسلوب للعقاب، ممكن انا خليه بمكانه مده ربع ساعه او 10 دقائق، عارفه انه انت اخطات، بس مو انا روح عاقبه بدون ما الطفل يعرف ليه هو تعاقب. لازم تقليله انك عملت هيك. تماما، كثير مهم نشرح للطفل هذا الموضوع. وفي كثير اطفال يعني ما تجي ولا ام تقلي ابني ما مشي حاله، هي بدها طولة بال، بدها كتير رواق لحتى الطفل نوصل مع الطفل لمرحلة كتير حلوة. كتير في عنا أطفال بيسمعوا الكلام وبكلمة واحدة، مو لأنه نحن منخوفهم، بس لأنه فعلا في تفاهم بالعيلة، في تفاهم بين الأم وبين الأطفال. كلمة أنا زعلت منك فعلا بتخلي الطفل يعمل الشيء اللي بدها اياه الام، مو لانه بخافوا منها بس لانه بحبوها ومو حابين يزعلوها. فنحن هون التفاهم بين الطفل والام، المصداقيه، الحوار
والحديث الدائم معه، نتعرف على اهتماماته، على مشاكله، شو عم بيعاني. هي الأمور كتير حلوة ممكن نتعامل فيها مع الطفل وتستمر لحتى يكبر، حتى الولد بصير رفيق أمه بأي شيء ورفيق أبوه كمان، إنه بأي شيء بصير معه بصير بخبره. يعني كل هاي مشاكل بتكبر معه لبعدين. أنا بدي أضرب ابني، طيب أوكي، وبعدين لما بيكبر بصير بيغلط وبيعمل أي شيء بده إياه، بيلجأ لحدا تاني بعيدا عن الأم والأب، وهذا الشيء نحن اللي ما بدنا إياه. نحن ما نحافظ عليه ضمن الأسرة، وحتى لو أخطأ أنا بوجهه، ما بيجي بعاقبه زيادة، ما بيجي يعني أنا بعيط على ابني بده يصير يعيط علي. طب أوكي، وما يعني نحن ما عم نحكي مثاليات، كتير أمهات بتعصب وكتير أمهات بتعيط، بس نحاول قدر الإمكان إنه نحن نكون شوية هدوء لإلنا، نتذكر إنه هذا الطفل من واجبنا، من مسؤوليتنا نحن نربيه بطريقة صحيحة. نعم، اليوم الوضع الاقتصادي بالعموم هو سيء على الكل. خلينا نحكي اليوم الأطفال، وقت عم يشوفوا أطفال غيرهم يمكن بيمتلكوا إن كان ألعاب أو بيمتلكوا مصروف هو أكبر من مصروفهم، رح تكون ردة فعلهم شوي قاسية إن كان لأهلهم أو إن كان للأطفال ذات نفسهم. يعني خلينا نحكي كيف نحن بأي عمر فينا نفهم الطفل عن الوضع الاقتصادي، عن مصروف البيت، كيف فينا ندخله بتفاصيلنا الاقتصادية بأي عمر يعني، وكيف فينا نعمل تشاركية سوا؟ طبعاً هلا العمر المناسب لحتى ندخله بهي الأمور، بالأمور الاقتصادية، أنه بعد ما يصير عمره 12 سنة بيصير الطفل واعي وبيعرف أنه مثلاً نحن اليوم معنا هالمبلغ، بكرة يمكن ما يكون معنا. بس أنا بدي نوه على شغلة، أنه الطفل يلي بيكون أهله قدراته محدودة لازم الأهل يعلموه على القناعة، والأطفال يلي بتكون أهلهم مادياتهم كتير منيحة، ما عليه، حتى لو أنا معي مصاري أنا ما أشتري له كل شيء بده إياه، أنا يمكن اليوم معي بس بكرة ما يكون موجود، فأنا أعلم الطفل على القناعة، هي أهم شيء. نعم، يعني نصائح أخيرة وسريعة خلينا نوجهها لكل أم اليوم حتى تحقق هذا التوازن وما يجي على راسها بالنقل، وخاصة فصل الصيف والعطلة. التنسيق بين الطفل والأم، بين الأب والأم، دائما نستخدم أسلوب الحزم، ما نقول لا وبعدين إيه، والعكس صحيح. نكون دائما نبتعد عن التفرقة بين الأطفال، لأنه هذا الشيء كتير كمان بيخلق كتير الغيرة، بتخلق كتير مشاكل بين الأطفال. ممكن نحن نوجه مثل ما حكينا، نشغله بأي شيء لحتى يبتعد عن هذا الأسلوب، ونعلمه القناعة. القناعة كتير حلو تعلم الطفل إنه هذا الموجود عندك، هذا الشيء كتير حلو، ما تتطلع على غيرك. نعم نغم، نحن كثير بدنا نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ونهارك سعيد يا رب. اهلا وسهلا، نهارك سعيد، شكرا لك.